والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها فذكر فتنة الأحلاس فقال رجل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من أمتي إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت حتى يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. والفائدة الرابعة أو الوقفة الرابعة مع هذا الحديث هي مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفتنة الأحلاس، وهذه الفتنة سميت بذلك لسوادها وظلمتها وديمومتها، ومن هنا قد تظهر للناس وقد لا تظهر، لأنها في أحوالها وأمورها دقيقة وخفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهها بالحلس، والحلس هو القماش الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، وهذا دائما لا يعرف ولا يظهر. ولذلك فإن فتنة الأحلاس هذه صفتها وكنهها. الوقفة الخامسة مع قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة عن هذه الفتنة فقال: هرب وحرب، هرب وحرب، لأن الناس في هذه الفتنة يهرب بعضهم من بعض ويتباغضون ويتدابرون، وقد يصل الأمر بهم إلى أن يحارب بعضهم بعضا. وحرب أي أن بعضهم يأخذ مال بعض فلا يبقي منه شيئا، وهذا ظاهر في بعض ما نراه من الفتن التي تقع في بعض البلدان، فالناس فيها يأكل بعضهم بعضا، والغني يستعبد الفقير، والقوي يستعلي على الضعيف ويستغله، ثم أيضا يأخذ ماله وولده، وقد يسترق أهله.